مشاهدينا حياكم الله في نشرة الأخبار لليوم نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، أهلا بكم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أكبر مشروع إنساني حيوي في الأراضي الفلسطينية يقوم على تمويل عمليات علاج العقم لأكثر من 600 زوجة في قطاع غزة والضفة الغربية. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل علاء اللولو. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أكبر مشروع إنساني حيوي في الأراضي الفلسطينية يقوم على تمويل عمليات علاج العقم لأكثر من 600 زوجة في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية أن هذا المشروع الإنساني الحيوي جاء بعد تقارير تفيد بأن العقم في الأراضي الفلسطينية يحتل أكبر نسبة في العالم، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. وأكد المصدر أن هذا المشروع الإنساني الذي اعتمد على تقنية أطفال الأنابيب حقق نتائج مهمة أدخلت الفرحة إلى قلوب أكثر من 600 عائلة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، وحقق نجاحا كبيرا إذ تخطت نسبة النجاح الحد المسموح به وهو 50%. وتتكفل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بهذا المشروع الإنساني الحيوي في الأراضي الفلسطينية الذي حول حلم الإنجاب لمئات الأزواج الفلسطينيين الذين راودهم لسنين طويلة إلى حقيقة بعد أن فتحت لهم المؤسسة باب الأمل ورزقوا بالبنين الذين انتظروهم طويلاً. كما أنقذ هذا المشروع أيضاً مئات الأزواج الفلسطينيين من التفكك والانفصال بسبب عدم الإنجاب، وحاولت الكثير من العائلات الفلسطينية القيام بعملية زراعة الأنابيب على حسابها الخاص لإنقاذ نفسها من الانفصال، لكنها فشلت في تحقيق أمنياتها بسبب التكاليف الباهظة لمثل هذه العمليات. فجاء مشروع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لينقذ العائلات الفلسطينية التي حرمت متعة الإنجاب ويعيد الأمل إليها بالتمتع بزينة الحياة الدنيا. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 5 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين في إمارة دبي من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات والذين تدفع معاشاتهم التقاعدية عبر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. ويأتي القرار في إطار رؤية سموه الرامية إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع كافة، ويبلغ عدد المستفيدين منه 342 متقاعدا مدنيا. وينص القرار على أن تزاد معاشات التقاعد للمتقاعدين المدنيين المحليين والمستحقين عنهم ممن يتقاضون معاشا تقاعديا من حكومة دبي بنسبة 20% من المعاش التقاعدي على ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش بعد إجراء هذه الزيادة عن 10,000 درهم إماراتي، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يناير 2016 وينشر في الجريدة الرسمية. وصل إلى البلاد مساء اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للدولة، وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي
نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدت بين الجانبين مساء اليوم في العاصمة أبو ظبي. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والوفد المرافق، وأعرب عن اعتزازه بما يربط البلدين من علاقات أخوية متينة متمنيا لها مزيدا من التقدم والتطور لما فيه خير وصالح البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها. ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق اليوم اجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، وهنأ سموه خلال الاجتماع الذي حضره معالي سعيد الرقباني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مجلس إدارة المؤسسة الجديد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تلبية احتياجات المواطنين وإنجاز مشاريع المؤسسة المقبلة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. هذا وأكد سموه أن عمل المؤسسة في تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية لآلية عمل حكومة الفجيرة. أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أكدت أن مواطني دولة الإمارات في الخارج هم سفراء لوطنهم، منوهة بأهمية تقديمهم صورة إيجابية مشرفة تعكس أصالة وعراقة وأخلاقيات المجتمع الإماراتي ودولة الإمارات. وشددت معاليها خلال لقائها مواطني الدولة في بلجيكا على أن مواطني الإمارات في الخارج هم على قدر المسؤولية ويمثلون دولتهم أفضل تمثيل. وفي بداية اللقاء نقلت معالي القبيسي للمواطنين تحيات القيادة الحكيمة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإطلاق مجلس شباب وزارة الداخلية لدعم الطاقات الشابة المتميزة في الوزارة وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية والاستفادة منها في تحديد أبرز التحديات واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لها وإطلاق المبادرات التي تدعم توجهات الوزارة وأهدافها. وحددت الوزارة خطوات تتسم بالشفافية والموضوعية لاختيار أعضاء المجلس الذين ستتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة من جميع قطاعاتها. ويأتي تأسيس مجلس وزارة الداخلية للشباب متسقا مع مجلس الإمارات للشباب الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وكذلك تمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في دولة الإمارات. ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة في العاصمة أبو ظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية عددا من المواضيع من بينها إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع. ويأتي إنشاء المركز ليعكس أهمية الابتكار في استراتيجية الحكومة الاتحادية وتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الأصعدة وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ستبقى دوما سباقة ورائدة في تحقيق التلاقي والتواصل والتقارب بين جميع الأديان والسعي إلى نشر التعاون والمحبة والسلام في ربوع وطننا العربي والعالم. جاء ذلك في كلمة معالي خلال قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين في العاصمة أبو ظبي الليلة الماضية بحضور فضيلة المستشار السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة ووفد يمثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة إلى جانب ممثلين عن ديوان شؤون الرئاسة وديوان صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي وأعضاء السفارة المصرية ورؤساء الطوائف المسيحية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأبناء الجالية المصرية من مسلمين ومسيحيين. في الشأن الاقتصادي بحث معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة داشقين مازي كازوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معاليه للسفير الأذري في مقر ديوان الوزارة في دبي بحضور سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. وناقش الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في شتى المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها وأبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدف والتركيز على تطوير أوجه التعاون بها خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها الطيران والسياحة والاستثمار الزراعي إضافة إلى الصناعات الغذائية والنقل والبنى التحتية. أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال قد تجاوز 72 شركة محلية وإقليمية ودولية. وأشار معاليه إلى أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات للحصول على العلامة ويجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة حلال واشتراطات التراخيص بالإضافة إلى استخدامها مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات الحلال. قبل أيام من انطلاق فعاليات الدورة 15 لمنتدى الإعلام العربي والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كشفت اللجنة التنظيمية للمنتدى عن محتوى جلساته والتي وصفتها بأنها تأتي كعادة الحدث شاملة وجامعة لأهم القضايا والموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام والمؤثرات التي تشكل واقعة وما يتركه من أثر كذلك في المجتمع، وذلك عبر تناول جديد من منظور الرسالة التي يحملها هذا العام وهي الإعلام أبعاد إنسانية. كما وكشفت اللجنة التنظيمية أيضا بمنتدى الإعلام العربي أن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة الإنسانية العالمية ستكون المتحدثة الرئيسية للدورة 15 للمنتدى، حيث ستلقي سموها الكلمة الرئيسية لهذه الدورة خلال حفل الافتتاح الرسمي للحدث. كما كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أيضا أن معالي ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية سيلقي كلمة افتتاحية للمنتدى أيضا خلال الافتتاح الرسمي للحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي. كما وسيسهم في إثراء الحوارات هذا المنتدى الذي تقام فعالياته على مدار 10 و11 من مايو المقبل أو الجاري عفوا في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يضم نخبة من أهم الرموز المحلية العربية والعالمية من الساسة وصناع القرار والكتاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والأكاديميين والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي
وأبرز الوجوه المؤثرة في فضاء منصات التواصل الاجتماعي، والذين سيجتمعون في دبي لمناقشة علاقة القيم الإنسانية بالإعلام على مختلف الأصعدة، وكذلك التأكيد على قدرته في إحداث تحولات إنسانية إيجابية في محيطنا العربي خارج إطار دوره النمطي، سواء في سياقه الإخباري أو الترفيهي أو التثقيفي. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم اليوم احتفالاته بيوم العمال العالمي، والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة والحكومة بالعمال شركاء عملية التنمية بالدولة، حيث نظمت النيابة العامة في إمارة دبي مبادرات خيرية بمناسبة هذا اليوم الذي يصادف الأول من مايو كل عام، والذي يهدف إلى ترسيخ حق الإنسان في العمل وتعزيز حقوقه التي تقرها قوانين الدولة ودستورها. وركزت الفعالية على دور النيابة العامة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية في المجتمع، حيث تضمنت زيارة لعدد من مواقع سكن العمال وتوزيع بعض المواد الأساسية المهمة كالأغذية والمواد الطبية، إضافة إلى هدايا رمزية، وذلك بمشاركة أعضاء وموظفي النيابة. وتأتي الفعالية إيمانا من النيابة العامة في إمارة دبي بأهمية حفظ الحقوق وتعزيز قوانين الدولة المكفولة للعمال ونشر الوعي بها، لما لذلك من دور كبير في بناء مجتمع آمن ومستقر ينعم جميع أفراده بحقوق متساوية ويضمن لهم السعادة بدءا من أبسط عامل، لا سيما أنه يشكل جزءا مهما في دعم مسيرة التنمية. على الصعيد الخارجي، قام معالي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومعالي مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة بزيارة لمزرعة الظاهرة للزيتون، أحد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في المغرب، والتي تمتلكها الظاهرة القابضة في إقليم الحاجب التابع لمدينة مكناس. وكان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما إلى المزرعة سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وسعادة خليفة العلي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء في الجهاز، وسعادة خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الظاهرة القابضة. ولا نزال في الشأن الخارجي وفي الشأن اليمني تحديدا، حيث واصل الانقلابيون أسلوب المراوغة خلال مفاوضات السلامة اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة برعاية الأمم المتحدة، حيث نجحت قوات الشرعية بالرغم من ذلك وبدعم من التحالف العربي في توجيه ضربة قاسمة لأحد أخطر أذرع المخلوع صالح والحوثيين، وذلك بفرض سيطرة وحدات من القوات الشرعية المدربة من قبل التحالف العربي الكاملة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. هذا وطرد عناصر تنظيم القاعدة الذي يسيطر على المدينة على مدى عام و22 يوما، حيث انتشرت وحدات الجيش في أنحاء متفرقة من المكلا وتمركزت في مطار الريان وميناء الضبة النفطي وميناء المكلا الرئيس ومعسكرات ومواقع متفرقة من المدينة، حيث شرعت بإجراءات أمنية مشددة لتأمينها من بقايا العناصر الإرهابية التي فرت باتجاه مناطق تابعة لمحافظة شبوة المحادية لمحافظة حضرموت من الجهة الغربية. ردا على استفسارات وتساؤلات العديد من الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بمخالفة من يتحدث أو يقيم الوضع الاقتصادي، نفت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي وجود أي مخالفات تجاه الأشخاص أو المؤسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي، ولا توجد أي جهة حكومية مخولة بالمخالفة في هذا الإطار، فضلا عن عدم وجود مخالفة قانونية لإبداء الرأي لهذا النوع من القضايا. كما ودعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى التأكد من أي معلومة تخص الاقتصاد الوطني وآليات العمل التجارية من الجهات المعنية فقط والمخولة بذلك، وعدم الالتفات إلى الإشاعات مجهولة المصدر، حيث أن تقييم الوضع الاقتصادي للأشخاص أو المؤسسات من جانبهم لا يخضع للمحاسبة كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لأي إطار قانوني. وأكدت اقتصادية دبي أن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تتمتع بثقة راسخة سواء لدى الأفراد من رجال أعمال ومستثمرين أو شركات محلية وإقليمية وعالمية، وينعكس ذلك في نمو المؤشرات الرئيسية بالإمارة على غرار الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو عدد الرخص التجارية وغيرها، وخاصة في الآونة الأخيرة. في أسواق المال الإماراتية، حيث تقرر تعطيل الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يوم الخميس المقبل الموافق 5 مايو الجاري، على أن تستأنف التداولات بالأسواق المالية صباح الأحد الموافق 8 مايو، فيما يترك لبورصة دبي للذهب والسلع تحديد العطلة أو يترك تحديد العطلة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة. حيث ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هذا القرار جاء بناء على البيان الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم 12 لعام 2016 بشأن عطلة الإسراء والمعراج للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، وبعد التنسيق مع إدارات سوقي أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع. إذن مشاهدينا، من هذا الخبر نتابع إغلاقات الأسواق لهذا اليوم. كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء شبكة وطنية جديدة لرصد جودة الهواء في الدولة، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة بأبوظبي وبلدية دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إضافة إلى بلدية الفجيرة وبلدية عجمان وبلدية أم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، حيث يهدف المشروع إلى ربط جميع محطات رصد جودة الهواء عبر شبكة موحدة تصب بياناتها في وحدة مركزية إحصائية سيكون مقرها في المركز الوطني للأرصاد الجوية في العاصمة أبوظبي. وإليكم الآن مشاهدينا درجات الحرارة العظمى والصغرى لليوم لنتابع. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، نترككم في أمان الله وحفظه.